يقول أو نحو ذلك مما ورد، لأن هذه التحيات وردت بأكثر من صيغة، فواجب عليك أن تحفظ هذه الصيغ كلها ولا يكفي صيغة واحدة. ها يكفيك صيغة واحدة. طيب لو حفظت أكثر من صيغة ونوعتها بينها تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما الذي لا يجوز؟ أن يعني تدمج بين هذه الصيغ وتخرج بصيغة جديدة، تأتي بهذه الرواية هذه الرواية دبلجها طلع لك صيغة جديدة، هذا لا يجوز. إما أن تلتزم هذه الصيغة أو هذه الصيغة أو هذه الصيغة. لو نوعت بينها يعني تارة تقول هذه تارة هذه لا بأس، لكن لو دبلجت بينها يعني خلطتها وجئت بصيغة جديدة لا، هذه ألفاظ تعبدية تأتي بها كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.